وشكرا. استاذ اسماعيل اكرمك الله. هو يمكن احنا بفضل الله يمكن المجلس يمتلك من الادوات المتكامله اللي ممكن يخدم على هذه القضايا كلها. يعني مثلا لما قلنا مثلا قضيه الطفل، عندك لجنه امراه والطفل، القضايا دي كلها تقدر تتجمع وتروح لجنه لجنه القضايا الفقهيه المعاصره، يديله الكلام. يعني شغل لجنه القضايا الفقهيه الايه المعاصره، احنا عندنا في الفقه لجنه الموسوعات ولجنه القضايا الفقهيه المعاصره، سجل ده وحوله. وبعدين برضه ممكن يكون عندكم قصد لما يجب ان يعالج زي كده ونحوله. الان انا اترك الكلمه الختاميه للاخ الزميل استاذ الدكتور عبد الصبور رئيس اللجنه وعميد كليه الاعلام، وارجو برضه ان ايه ما يشقش على اخوانه طويلا لان احنا الجلسه لظروفها طالت. اتفضل دكتور عبد الصبور. اتفضل دكتور. شكرا للسيد يعني كان حريصا ان يترأس الاجتماع الثاني للجنة الإعلامية، وهذا يعكس مدى حرصه على أهمية اللجنة وعلى أهمية الإعلام في هذه المرحلة. وأشكره أيضا أن وفقه الله سبحانه وتعالى للتشكيل الأمثل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهذا ما لمسته في لجنة الإعلام التي أنا عضو فيها. فالحقيقة يا سيادة الوزير أنهم كلهم مخلصون لبلدهم، وأنا في اعتقادي أن مجيئهم إلى مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجيئهم إلى وزارة الأوقاف في ظل العمرة النافلة إنما يعادل عمرة نافلة، لأنهم لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وهم متحمسون بما لديهم من خبرات الحقيقة أنا شخصيا أستفيد منها. فباسم سيادتك وباسم فضيلتك أشكرهم، وباسم اللجنة الإعلامية أشكر حرص حضرتك على هذا الاهتمام باللجنة الإعلامية أنت رأست، ونطلب من حضرتك ألا تغيب عنا كثيرا، ففي الأشهر القادمة بين الفينة والأخرى تترأس لجنتنا حتى يعني نسعد بك وتكون دعما لنا، ويعني نستفيد من توجيهات فضيلتك ومن أفكار فضيلتك. الحقيقة أنه إحنا في أول اجتماع طرحنا أفكار يعني طيبة، ومن بينها أيضا طلبنا تزويدنا بأسماء أعضاء اللجان الأخرى ومواعيد اجتماعاتهم حتى نكون نحن حلقة الوصل بين كل اللجان. لكن طبعا حتى الآن لو قسمنا إن شاء الله يعني خلال الأسبوع ده كل شيء يبقى دايما العمل في البداية يعني فيه صعوبة شوية. الحقيقة إن أنا برضو يعني أحيي فضيلتك على تطوير خطبة الجمعة، لكن أنا يعني إحنا برضو يعني لما يجي الوزير برضه هتواصل فيما عشان هو يسمع برضه، لكن احنا بنتكلم يمكن في لجنتنا شويه انه اللجنه الاعلاميه انا بعتبرها يعني هي صمام اللجان كلها، والاعلام له دور خطير جدا على مستوى العالم، ونحن نامل انه يعني اللجنه الاعلاميه تقوم بدورها الفعلي فعلا في التواصل مع كل قطاعات وزاره الاوقاف مع المجتمع الخارجي. واحنا ان شاء الله يعني برضو عايزين نفكر في دعم علاقات المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه من خلال اللجنه الاعلاميه بالمنظمات والهيئات الدوليه الاسلاميه وغير الاسلاميه. يعني لا مانع ان احنا يبقى في علاقات برضو مع يعني منظمات مع هيئات مع الى اخره. انا برضو يعني بحيي الاستاذ سعد والاستاذ محمد واساتذتي كلهم اللي انا لمست يمكن لاول مره الناس المهنيين دايما بيجري على المهنه، الناس الاكاديميين دايما بيجري على التاليف والنظريات الجامده، لكن انا شعرت ده اسعدني حقيقه شعور طيب بعمليه الاتجاه للتدريب. التدريب يعني يمكن سبب مشكله ان احنا الدول الناميه ظلت ناميه لانه نقصنا عمليه كان ينقصنا عمليه التدريب في مختلف المجالات، ليس في قطاع الاعلام وانما في قطاعات متعدده. التدريب بيكسب خبرات ومهارات عندما يكون القائمون على التدريب يعني مخلصين لبلدهم
ولرسالته. الحقيقة أنه أنا التدريب برضو عايزين نوليه اهتمام مهم جدا، وأنا يعني سأطلب من سيادة الوزير باسمكم جميعا، لأنه إحنا مش عايزين برضو في اللجنة الإعلامية نقعد نعمل توصيات نعمل قرارات ثم نصطدم بروتين المؤسسات. مثلا يعني مثلا أول شيء تمويل المال لأي نشاط، إلى أين نحن، يعني ما قدراتنا ما إمكاناتنا عندما ننوي مثلا دورة تدريبية، هل من حق اللجنة إنها في أي لحظة تنظم دورات تدريبية وبصفة مستمرة والوزارة تمول، أم أننا سنقف عند خط أحمر في عملية التمويل؟ وأنا يعني سمعت يعني من بعض الزملاء طبعا يعني أو الأساتذة بتوعنا الذين سبقونا في هذه اللجنة أو اللجان الأخرى أنه هناك اقتراحات، لكن أحيانا ما تتعثر بسبب عدم توفير التمويل اللازم لها، وبالتالي تدور في حلقة مفرغة. أنا يعني من رأيي أنه يا ريت لو إحنا تمولنا في موضوع معين إن شاء الله مثلا كل 6 شهور كل 3 شهور وننجزه أفضل من إن إحنا نتوزع في يعني أمور معينة. أنا برضو بستكمل ما دام سعادة الوزير وصل يعني برضو لمدة 3 دقائق اسمحوا لي إن إحنا أنا بتكلم يعني أنا بشكر فضيلتك على اهتمامك بالتدريب، لأن دائما الأكاديميين يتجهوا للنظريات العلمية الجامدة، ودائما المهنيين ينتهجوا إلى إن أنا خلاص مهني، لكن عملية التدريب هي الفيصل وهي سبب تقدم الأمم على التدريب والتدريب المستمر. لذلك إني أنا برضو بطلب من فضيلة الأستاذ الدكتور الوزير إن إحنا في اللجنة الإعلامية الحقيقة إنه الجميع يأتي وكله حماسة للعطاء، عطاء غير محدود فيما يتعلق بقدراته، لكن نأمل برضو سيادة الوزير ما هو السقف التمويلي للجنة الإعلامية حتى لا نطرح أفكار ونرهق الأعضاء ثم نتوقف عند يعني جرد قلم من أخ من الإخوة الإداريين إن اللائحة لا تسمح، أن القوانين لا تسمح، فنحن مع القانون ولا نحطم القانون ولا نكثر اللوائح، إنما نحن نريد من فضيلتك الضوء الأخضر في الدائرة أو المربع الذي تتحرك فيه اللجنة حتى نسير على بركة الله دون أن نصطدم بضياع مجهودنا أو مجهود أساتذتنا الأفاضل، وهم خيرة ما اخترت، يعني أفضل ما اخترت، فجزاك الله خيرا عن هذا. فيما يتعلق بخطبة الجمعة أنا يعني سعيد، وسيادة الوزير كنت متواصل معه منذ اليوم الأول الذي تولى فيه الوزارة، وهو تشريف للوزارة وليس تشريف له الحقيقة يعني، لكن أنا برضو سأتوقف لحظة. تحدثنا كثيرا في تطوير خطبة الجمعة في الموضوعات، لكن أنا يعني لدي اقتراح إذا كان من الممكن تنفيذه، وهو عملية رصد رد فعل الخطبة، وده يدخل في تقويم مستوى أداء الأئمة وموضوعات الخطبة. فأنا بقترح يا معالي الوزير إن إحنا لا مانع، وأنا عندي استعداد في كلية الإعلام بالنسبة لبحوث المستمعين، نقدر في كل محافظة في فترة معينة ناخد مسجدين أو 3 بعد صلاة الجمعة مباشرة، نقول للناس إيه رأيكم في مستوى أداء الإمام، ما رأيكم في عنوان الخطبة، إيه تصوراتكم، إيه اقتراحاتكم، عشان إحنا نلتصق بالجمهور، لأن أنا مش عايز أركز على الخطبة، الخطبة دي الرسالة، مش عايز أركز على الإمام فقط لأن الإمام ده مرسل، إنما الناس المستقبلين الجمهور دول إيه 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 تصورهم، ما رأيهم، عشان نقدر إحنا نرسم هنا ونعينك على ما أنت فيه رغم الأعباء الملقاة عليك، ونقول لك يا سيادة الوزير الخطبة كذا. في بعض الأئمة يمكن سيادة الوزير بمستواه هو أستاذ قدير الحقيقة يعني يجيب توظيف ما يقول، لكن يمكن أنا في حدودي ما نفذش على أرض الواقع، ما أقدرش أوصل الرسالة، وأنا الحقيقة بدخل بعض المساجد وأجد طبعا يعني، لذلك إحنا بنركز على دورات للأئمة بصفة عامة وليس المندوبين عشان نكسبهم مهارات الاتصال، مهارات الاتصال، كيف لا يحشو في الكلام، كيف لا يعيد في كلمات معينة، كيف لا يكرر الجمل الاعتراضية، كيف لأن المواطن الآن يريد برقية، الكلمة عبارة عن برقية، لا يريد عكو يعني عملية إعادة وتكرار إلى آخره. إحنا الحقيقة برضو اسمح لي
انه بالنسبه للدورات اللي حضرتك يعني اقترحتها عمليه الاخلاقيات، انا بستاذن ان سمحت لنا فنضع عنوان اعم وهو المهنيه الاعلاميه، والمهنيه الاعلاميه يدخل في نطاقها من بينها الاخلاقيات، لان المهنيه الاعلاميه انهارت فيما يتعلق بمصدر الخبر، فيما يتعلق بالحبكه الفنيه للخبر، فيما يتعلق بكذا كذا. وانا يعني اشتغلت في دار الجمهوريه فتره طويله جدا منذ كنت طالبا الى ان حصلت على الدكتوراه، والحمد لله طبعا يعني في يعني جمعت بين النظري والمهني، فده برضو يعني يمكن ساعد الانسان حتى على توصيل الرساله لابنائنا الطلاب. في يعني حضرتك فيما يتعلق بالتمويل لامكاناتنا احنا زي ما قلت حضرتك يعني تفضلت علينا، عايزين بس نشوف امكاناتنا احنا ايه، واذا كان حضرتك تسمح لنا ان الوزاره تعمل دورات تدريبيه للائمه لاكساب مهارات الاتصال، تعمل دورات تدريبيه لشريحه معينه من الاعلاميين كما طرح البعض، فنحن يعني تحت امرك. لكن برضو احنا بنقول ممكن نعمل دوره تدريبيه نوسع فيها هذه الشريحه، اذا كانت هذه الدوره لا يتحملها المجلس او الوزاره، فممكن كما تناقشت مع اخي الاستاذ مجاهد خلف انه ممكن من طريق يعني مقتدرين يمولوا هذه الدورات وهي حسبه لله، وتصبح الدورات مفتوحه للاعلاميين ولمن شاء من يعني علماء الاوقاف. فيما يتعلق بالمؤتمر ان شاء الله سنعكف على يعني الحشد الكامل للمؤتمر قبل المؤتمر بفتره معينه وخلال المؤتمر وبعد المؤتمر، يعني نريد ان اللجنه الاعلاميه الان تتحمل مسؤوليه مؤتمر وزاره الاوقاف، يعني نوضع خطه لعمليه الدخل للمؤتمر قبل انعقاد المؤتمر، ثم اثناء المؤتمر تتولى اللجنه الاعلاميه توصيل رساله متجدده لحظة بلحظة، وتجري لقاءات مع المدعوين من خارج مصر والحاضرين، تتولى اللجنة الإعلامية بجانب الإعلاميين، ثم بعد المؤتمر نرى أنه من المهم متابعة المؤتمر ورد فعل المؤتمر سواء في الشارع أو مصر أو غيره. أنا أرى يا سيادة الوزير أن اللجنة الإعلامية لا تتفوقع داخل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولا تتفوقع داخل وزارة الأوقاف، بل لابد أن نقترب من الشريحة الاجتماعية، لابد أن ننزل مع الشارع المصري، لابد أن يكون اللجنة الإعلامية تواجد ووجود، كلمة تواجد ده يعني مصطلح صوفي معلش أنا آسف، وجود داخل الشريحة المصرية سواء في المدن الكبرى أو سواء في الأرياف. دعنا سنقدم لك هذه الرؤية، وإذا شئتم وإذا اعتمدت هذه الرؤية سننطلق تحت رعايتك وبتوجيهاتك، وانا يعني لا اطيل كما يعني امرني الوزير. شكرا لكم جميعا وشكرا لك يا معالي الوزير. اولا احنا يعني نشكركم جميعا على قبولكم العضويه اصلا رغم شواغلكم، وانا متاكد ان كل من قبل هو يريد ان يؤدي دورا لدينه ووطنه. وبشكركم مره ثانيه على هذا الوقت الطويل الذي ليس من عاداتي ان اثقل فيه، لكن ربما هي ظروف اليوم. وأنا ثقتي فيكم بلا حدود، ستجتمعون أنتم وتنطلقون، يمكن القاء مزيد من التواصل والتعارف ووضوح الرؤية. طبعا الصبور مسألة المهنية الإعلامية هو عنوان أكثر دقة، لأن كل العنوان مبعد عن المباشرة والتوجيه كان أكثر بالقبول. يعني لما تقول المهنية الإعلامية ما حدش يتحرك، الاخلاقيات ممكن يعني هم لسه يعلمونا احنا حافظين، فالعنوان ادق واكثر موضوعيه. ممتاز. مساله متابعه الخطبه، احنا نحتاج الان قصدي لينا وليس وسائل الاعلام، لسبب ما زال المجتمع يزخر بتقلبات وتناقضات شديده، واحيانا الخطبه تكون صادمه لبعض التيارات المتشدده، واللي مش هتخبه على هواه يعني. فالحاجة التانية ان كان ابن رجب الحنبلي عمل حاجة، قال ان رأي العوام صحيح كله مقياس لكن لا يعتد به. وكم من الاشكالات اللي انتوا عشتوها وعشناها كلنا، زي ما قلت الداعية بتاع كل حاجة والاعلامي بتاع كل حاجة، كنت تلاقي بعض الناس
برامج على الناصيه حكم محكمه دستوريه او محكمه اداريه عليا، والمتلقي ما يفهمش يعني ايه لا محكمه ولا عليا ولا اداريه، ويقول له رايك في الحكم القضائي، ويجيب ناس لا علاقه لها بالثقافه على الاطلاق يتكلموا في احكام القضاء. في قضيه اقتصاديه يقول له رايك في تنميه كذا، ده عايزين يعملوا في قناه السويس، وهو الراجل يعني يجي في قضايا دينيه مهمه جدا، فكان ياخذ راي العامه فيما لا ينبغي ان يؤخذ فيه ايه؟ رايهم. وهذه كانت مصيبه، ولذلك انا اقول المفروض في القانون نرجع لما عايزين نعمل راي نرجع للقضاء والمحامين والمتخصصين في القانون والمحققين ناخذ رايهم. لما في الدين نرجع للدين، في الاقتصاد نرجع للاقتصاد. صحيح مقياس الجمعه العام مطلوب، لكن ممكن لو اللي ما بيعملوش مش مؤهل لازم أهل اللي يعمل رد الايه؟ رد الفعل، والا هيلتقي بناس تديك توجيه عكس السكه الثانيه. هي حاجه المهمه ان انا كنت اقول يقاس نجاح الخطيب بمقدار ما يطرق من مساحه نقاش حول الخطبه. يعني الخطيب اللي طلع والناس مشيت، لكن لما يكون في قدر من النقاش حول موضوع الخطبه يبقى الخطيب نجح في انه يوصل رساله، ويقاس نجاح الخطبه بالامتداد الزمني للنقاش اللي يتم بعد الخطبه. بالنسبه لقضايا التمويل هي سهله ميسوره. اول حاجه فيما يتصل باجتماع اللجان هو مفتوح وفق ظروف الساده الاساتذه، انتوا كلكم ظروفكم صعبه. مبدئيا اعمل الاجتماع كل اسبوعين. لو حبيتوا تحولوه كل اسبوع ده ترتيبه وامكانياته جاهزه. ادي بالنسبه لاجتماعات الايه؟ اللجان. بالنسبه للدورات التدريبيه نوعين. تدريب الأئمة ده جزء له ميزانية موجودة ومرصودة في وزارة الأوقاف، وله آلية موجودة دي جاهزة. بالنسبة لتدريب الأئمة دي خلاص محسومة من الوزارة. تدريب غير الأئمة هترجع للدكتور أحمد والأستاذ أحمد عبد الهادي. هتشوف مدى الميزانية، احنا بيحكمنا برضه احنا في دولة فيها قانون. مدى الميزانية الموجودة لمثل هذه الدورات. يقدر يقول لك أعمل دورة أو دورتين أو خمسة، لكن ممكن ندخل في شراكات زي ما قلنا بقى. الدوره ده ايه؟ بالاشتراك بين كليه الاعلام وصحيفه الاهرام، الثانيه مع الاخبار، الثالثه مع عقيدات، الرابعه مع كذا. انا بالنسبه للمكان موجود والناس موجودين. نشوف الجهه الراعيه تتحمل الجانب المهني او الجانب يعني نشوف ما يسمح به، لكن بالنهايه ده كله ليس اشكالا على الاطلاق. يعني توفير التمويل الجاهز ممكن يجي راجل اعمال واحد يشيل لك ده كله سهله. ممكن صحيفه تشيل لك الدوره وبعايتها، وخاصه انها تاخد مين؟ يعني ده انت هتاخد بالعرض العرض الاستاذ محمد عبد الخالق ده كلام محترم، انت تجيب ناس يعني تقدر تصرف عليها وانت بتعمل خدمه وطنيه. تقدر اي صحيفه تصرف عليها مطمئنه. والحقيقه مره اخرى انا بوجه شكر عامه لعموم الاعلاميين. ليه؟ لان زي ما قلت في مساله الكادر الأئمة كانوا من أكثر الناس صبرا وأطولهم نفسا، كذلك يمكن الإخوة الإعلاميين في الظروف الحرجة لم نجد لا المطالب الفئوية وكانوا من أكثر الناس صبرا. وبمناسبة حسن هات قبل ما يمشي بقى يعني حاجة كده تبقى إيه، أنت عقيدتي بتطلع إيه؟ النهاردة إيه؟ مش عارف تلحق خبر ده ولا لأ؟ أنتوا دايما تعملوا الانفرادات دي واللي هو الإسلامي. احنا اعدادنا التصور المبدئي لكادر الائمه والدعاه، اطبعوا حسن وصوروا وهات النسخه بتاع وزير الماليه امضيها واحد يطلع يسلمها دلوقتي. احنا حطينا التصور المبدئي لكادر الائمه والدعاه ووزعه بتفصيلاته، هات صوره كده كل واحد من الساده الاعلاميين ياخد نسخه يبقى مجال للنقاش، وخد يا اسماعيل صور واعملها بتاع اللي انت ايه اللي خد صورة كده باللاب ووزع. برضو راجع التفاصيل، راجع فيها الدكتور احمد، شوف امكانية المجلس وظروف المادية. انا بالنسبة فيما يتصل باللجان لو اجتمعت اسبوعيا دي قائمة. فيما يتصل بدورات تدريب الائمة ميزانيتها موجودة، الباقي حاسه مع المجلس، اللي يقدر المجلس يوفره واللي ما يقدرش يترتب من اجل. جزاكم الله خيرا.